النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات إير دكتور لواء لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة. المركزية وكلاء تويوتا ولكزس. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. مجمع الملك الحسين للأعمال. بايولاب. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نستعرض معكم الآن آخر التحديثات وتوقعات الجو، الحالة الجوية في المملكة خلال الفترة القادمة. متوقع عودة الأجواء الباردة والممطرة إلى المملكة اعتبارا من هذه الليلة وخلال الفترة القادمة نتيجة تأثير عدة منخفضات جوية، أولها يبدأ مع ساعات الليلة القادمة بمقدمة لهذا المنخفض الجوي الذي متوقع أن يزداد في تأثيره يوم غد الخميس، ويتبع الدرجة الثانية وفقا لمؤشر طقس العرب الخاص بشدة المنخفضات الجوية، مما يعني منخفضا جويا شتويا اعتياديا، وتوقعات بقدوم منخفض جوي آخر يوم السبت بمشيئة الله متوقع أن يكون من الدرجة الثالثة، أي منخفض جوي متوسط إلى عالي الفعالية بمشيئة الله. توقعات بأجواء باردة ممطرة يوم غد الخميس في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المرتفعات الجبلية الجنوبية بمشيئة الله. توقعات باستقرار الحالة الجوية مؤقتا يوم الجمعة مع هطول لأمطار خفيفة وأجواء ضبابية على فترات قبل أن يؤثر منخفض جوي جديد مع ساعات نهار يوم السبت جالبا المزيد من الأمطار الغزيرة على فترات بمشيئة الله. توقعات الخاصة خلال الفترة القادمة، نبدأ معكم بتوقعات خرائط الأمطار. نلاحظ معكم بدء تكاثر للسحب على ارتفاعات مختلفة ممطرة مع ساعات مساء هذا اليوم وهطول زخات متفرقة رعدية من الأمطار والبرد في أجزاء عدة ومتفرقة من المملكة خلال ساعات الليلة القادمة قبل أن ينتظم ويشتد الهطول المطري مع ساعات ظهيرة الغد فوق أو قبل ظهيرة الغد مع ساعات الصباح وما قبل الظهر في شمال ووسط المملكة، ولا وصولا إلى بعض المرتفعات الجبلية الجنوبية مع ساعات مساء الغد تضعف الفعالية الجوية، لكن تبقى أمطار خفيفة مستمرة بالهطول مع أجواء ضبابية مع تدنٍ لافت في مدى الرؤية الأفقية في العاصمة عمان وسائر المرتفعات الجبلية. نلاحظ معكم حتى ساعات صباح وظهيرة الجمعة استمرار هذه الأجواء الضبابية والماطرة بشكل خفيف قبل أن تستقر الأجواء بشكل مؤقت مع ساعات مساء الجمعة وحتى ساعات صباح السبت قبل وصول المنخفض الجوي الجديد مع ساعات الصباح المتأخرة وظهيرة يوم السبت وعودة الأمطار الغزيرة في شمال وسط المملكة امتدادا لاحقا نحو المرتفعات الجبلية الجنوبية، وتستمر بقوة نحو ساعات منتصف ليل السبت على الأحد وساعات صباح الأحد قبل أن تتراجع بشكل تدريجي بعد ذلك. انقلاب متوقع على الأجواء خلال الليلة القادمة. أجواء كانت دافئة اليومين الماضيين، كانت الحرارة بحدود 22 درجة مئوية الثلاثاء ومع ساعات صبيحة الأربعاء تنخفض حتى 6 درجات مئوية فقط الليلة القادمة، وأقل من ذلك حتى في المرتفعات الجبلية العالية. في مرتفعات العاصمة عمان تقل الصغرى الليلة القادمة عن حاجز 4 درجات مئوية، أجواء باردة بشكل لافت، نشاط كبير على الرياح الغربية المثيرة للغبار والأتربة وتكاثر للسحب مع توقعات بهطول زخات محلية رعدية من الأمطار والبرد فوق العديد من المناطق. التوقعات الجوية خلال الثلاث أيام القادمة نوجزها معكم الآن. توقعات أجواء باردة ماطرة يوم غد الخميس العظمى لن تصل أكثر من حاجز 10 درجات مئوية في العاصمة عمان، أجواء ضبابية مساء الخميس مع هطول الأمطار على فترات، تستمر كذلك الحال يوم صباح الجمعة مع أمطار خفيفة غالبا، توقعات بتجدد الفعالية الجوية كما تحدثنا يوم السبت بعد انقطاعها مع ساعات مساء الجمعة. يوم السبت تتحول الأجواء إلى باردة غائمة ماطرة في عموم المناطق، تكون هذه الأمطار غزيرة بمشيئة الله مع تأثير لمنخفض جوي من الدرجة الثالثة، الحديث عن يوم السبت، ومنخفض جوي من الدرجة الثانية متوقع أن يؤثر على المملكة مع ساعات نهار غد الخميس. كان كل ذلك حتى اللحظة. للقاء.